تفضلت. هذه الجلسة الخامسة الأولى ليوم الاثنين والخامسة في تعداد الجلسات في هذا المؤتمر، مؤتمر التواصل مع الإدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم، وخصصت لموضوع مهم تمس الحاجة إليه وهو ما يتعلق بمنهج الوسطية والاعتدال تأصيلا وجهودا لبيان جهود تلك المشيخات في العالم، وأيضا لتأصيل هذا المنهج الشرعي. وهذه الجلسة فيها ستة مشاركين، كل مشارك يتناول هذا المحور من جانب من الجوانب حتى تتكامل الصورة كاملة في تحديد هذا المفهوم، ما هو منهج الوسطية والاعتدال، ماذا نريد به، ما هي آليات تطبيق منهج الوسطية والاعتدال، كيف يكون هذا المنهج موافقة تامة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أهم الركائز التي تقوم عليها الوسطية والاعتدال، كذلك ارتباط أحكام الشريعة بمنهج الوسطية والاعتدال. كل هذه المحاور ستكون ضمن هذه الجلسة اليوم بإذن الله تعالى. وماذا عن الجلسات القادمة دكتور عواد؟ أيضا الجلسات القادمة كل جلسة لها محور خاص، آخرها سيكون إن شاء الله جهود هذه المؤسسات الدينية في محاربة التطرف والانحلال والإلحاد وتشخيص هذا الداء، لأن اليوم أصبحت الدعوة إلى الانحلال وإلى الإلحاد أمرا يعم خاصة في المجتمعات التي فيها أقليات مسلمة أو فيها انفتاح تعايشي بين كثير من الشعوب، تكون هناك الدعوة إلى الانسلاخ من القيم وإلى الانحلال. فهذه الجلسة ستعالج بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بهذا المحور في تحديد دور هذه المشيخات ودور الإفتاء والمؤسسات الدينية في مواجهة هذا الخطر وتحديد الآليات المناسبة، وكذلك أيضا وضع الحلول والتوصيات المقترحة في هذا الجانب. دكتور عواد، البيان الختامي سيعلن عنه بعد الجلسة الختامية وهي الثالثة لهذا اليوم والسابعة والأخيرة في هذا المؤتمر. لو نتحدث عن ملامح هذا البيان الختامي وأبرز التوصيات التي ممكن سيخرج بها هذا المؤتمر. لا شك أنها يعني دائما البيان الختامي والتوصيات المشتملة تكون دائما حول مرتكزات ومحاور هذا المؤتمر. سيعنى أو تعنى التوصيات بالتأكيد على ما يتعلق بمحاور المؤتمر فيما يتعلق بتعزيز الوحدة الإسلامية ودور العلماء المسلمين في محاربة التطرف والإرهاب، وأيضا نشر قيم التسامح والعدل، وكذلك يعني مفهوم الوسطية وتحديد هذا المعنى، إضافة إلى جملة من التوصيات التي طرحت خلال جلسات هذا المؤتمر. لكن في الجملة الملامح ستدور حول هذه المحاور التي من أجلها عقد هذا المؤتمر في جلساته السبع. دكتور عواد، يعني بالحديث تحدثت وذكرت أنه العديد والكثير من العلماء الذين يشاركون في هذا المؤتمر، حاجة العالم الإسلامي إلى اجتماع العلماء المسلمين والمفتين في كافة دول العالم الإسلامي في مكان واحد وبجوار الكعبة المشرفة، وحاجتهم لمثل هذه المؤتمرات الإسلامية؟ لا يشك أحد أن الحاجة قائمة، لأن أصل الاجتماع أصل مشروع في الدين ورغبت فيه الشريعة في أن يجتمع المسلمون وأن يتعاونوا وأن يتكاتفوا. وقد أشار معالي الوزير حفظه الله في كلمته في افتتاح هذا المؤتمر إلى أن مبدأ المشاورة مبدأ شرعي، وأورد قول الله جل وعلا وشاورهم في الأمر، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم المسلمين بحاجة ماسة إلى أن يتعاونوا وأن يتكاتفوا، لا سيما المعنيين بالشأن الإسلامي لعظم التحديات الموجودة وكثرتها، ولوجود تحديات على أرض الواقع تستوجب من المعنيين بالشأن الإسلامي أن يكون لهم دور ظاهر. نحن نعتقد أن هذا من الأهمية بمكان، أولا لأن الأصل الشرعي هو التعاون والاجتماع والتواصي، وأيضا الأمر الآخر لمواجهة هذه التحديات. نحن لسنا في شك من أمرنا ولسنا في موطن ضعف، نحن نفخر ونعتز بديننا وقيمنا ونفاخر بها في الأمم. هذه الأمة أمة رحمة، أمة عدل، أمة سلام، أمة وسطية، أمة اعتدال، ليست أمة جور ولا ظلم. هذا الإسلام رسالة عامة للناس جميعاً،
ألصق به بعض التهم، مورست بعض الممارسات من بعض المسلمين نسبت إلى هذا الإسلام، الإسلام منها بريء، الإسلام دين رحمة، دين وسطية، دين اعتدال. يجب أن يصل هذا المفهوم للعالم أجمع، فإذا اجتمع المعنيين بالشأن الإسلامي على تقرير هذه المسائل وبيانها للناس وإيضاحها، كان ذلك من أعظم ما يكون بإذن الله جل وعلا سببا لوجود مخرجات على أرض الواقع. دكتور عواد، لا شك أن هنالك دور كبير تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إقامة مثل هذه المؤتمرات. خلينا نتحدث عن دور هذه الوزارة سواء في الداخل أو في الخارج. الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واحدة من منظومات العمل في المملكة العربية السعودية. نحن نسير من هذا المنطلق، المملكة العربية السعودية سياستها في العمل الإسلامي واضحة، وأصبحت اليوم منهج يحتذى ويدرس، وتجربتها الآن تجربة ناجحة في محاربة الغلو والتطرف بالحكمة والرفق واللين، تجربتها في نشر الوسطية والاعتدال، تجربتها في التعامل مع أطياف العالم وعمل الآخرين أصبحت منهج. فهذه الرسالة التي تحملها الوزارة هي جزء من رسالة المملكة العربية السعودية. اليوم نحن نتكلم عن رسالة المملكة العربية السعودية كون وزارة الشؤون الإسلامية هي المعنية بالشأن الإسلامي في الخارج والتعامل مع المسلمين. فرسالتنا واضحة جدا، وصوتنا مسموع بحمد الله جل وعلا في أصقاع الأرض. المملكة العربية السعودية اليوم تفرض وجودها في كافة المستويات، على المستوى العلمي والشرعي، على المستويات الاقتصادية السياسية. نحن بحمد الله جل وعلا نقول دائما أن المملكة العربية السعودية منهج متوازن، بنت الإنسان والبلدان وأيضا حافظت على دين الناس في منهج متوازن. فالتجربة تجربة ثرية وفريدة، دائما ما يصرح بها قادة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيده الله، سمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، هذا الأمر أصبح سياسة واضحة وما ولا لبس فيها بحمد الله جل وعلا، والوزارة تقوم على هذا المنهج العظيم. شكرا.